حاول نكون خلصنا الهيموداينامك، ممكن يبان حاجه بسيطه جدا بس انا هحاول ما يبقاش حاجه باذن الله. ان شاء الله بكره هاخد النيوبليزيا ويبقى كده داخل عليك في الامتحان ده. النيوبليزيا اللي عاوز منها حصه وان شاء الله تكون حصه طويله كمان، ده تكون حصه صغيره باذن رب العالمين. فلو بقى حاجه في الهيموداينامك هقولها مع النيوبليزيا بكره، ويبقى كده خلصنا منهج الكويس كله داخل. طبعا رسميا حضراتكم ملغي من عليكم الهيموريدج وملغي من عليكم الشوك بحجه انهم مش موجودين في كتاب القسم، ولكن قبل كده كانوا موجودين عادي خالص. كتاب السنه اللي فاتت كانوا موجودين، اول مره يكشفوا السنه دي واتشرحوا في الفيديوهات. بس حضراتكم مشكورين، كلمتوا الدكاتره فلغوها فشرحناها. فكده احنا الحمد لله خلصنا في الهيمودايناميك احنا بدانا خالص. والنهارده انا بس انا عايز افهم حضراتكم حاجه، الدرسين بتوع النهارده يا جماعه منهم واحد وهو الاطول في الشفطر اللي هو الكونجيشن، والتاني ان شاء الله القديمه. الدرسين عاوزين فهم شويه وعاوزين تركيز شويه. طبعا اول ما بدانا الهيمودايناميك هتلاقي اول صفحه خالص، اول ما بدانا الهيمودايناميك ديس اوردرز كنا بنقول ديستربنس نتيجه الاوبستراكشن اوف بلاد فلو، اتكلمنا فيها عن الاسكيميا والثرومبوزس والامبوليزم والانفاركشن، دول خدناهم كلهم. بعد كده الديستربنس بتاع الفوليوم اوف سيركيوليتنج بلاد هتبقى الهايبريميا والهيموريدج، هايبريميا اللي هي الكونجيشن والهيموريدج ومكتوب الشوك. طبعا الهيموريدج اتلغى والشوك اتلغى، يبقى احنا عندنا في الديستربنس بتاعت الفوليوم اوف سيركيوليتنج بلاد هايبريميا بس، انما في الديستربنس بتاع لوس اوف ووتر والالكترولايت هيبقى في الاديما وفي الدي هايدريشن. خلصنا سكيميا، خلصنا ثرومبوزس، خلصنا امبوليزم، خلصنا انفاركشن، خلصنا بقى طبعا الهيموريدج خلاص اتلغى، بقينا هايبريميا وبقى لنا اديما. اللي بقى لنا هم الهايبريميا والاديما والدي هايدريشن. نزلت لحضراتكم امبارح على الجروب صوره كده فيها اربع خمس سطور، اكتبوها لي في الاخر هنبقى نشرحها ان شاء الله بكره. بس النهارده هناخد الهايبريميا في صفحه 66. كلمة هايبريميا يا جماعة عاوز تفهموا حاجة معايا الأول، كلمة هايبريميا معناها تراكم دم، الدم قعد في مكان. فاكرين امبارح لما رسمت رسمة وقلت ده كان التيشو، التيشو كان داخل له إيه؟ كان داخل له أرتري وخارج منه الفين الناحية التانية. لو الدم تراكم هنا أو هنا أو هنا بنسميه هايبريميا، لان كلمه هايبرينيا هايبر معناها زياده، ايميا معناها دم. فكلمه هايبرينيا هي مصطلح بيطلق على اي زياده في الدم في مكان، سواء زياده طبيعيه او زياده باثولوجي. يبقى زياده الدم في اي مكان مصطلح اسمه هايبرينيا، بس زياده الدم في الوريد هيبقى ليها اسم خاص بيها، وزياده الدم في الشريان هيبقى ليها اسم خاص بيها. هيبقى عندنا حاجه اسمها اكتيف هايبرينيا وعندنا حاجه اسمها باسيف هايبرينيا. فهتلاقوا الدرس بتاع الهايبرينيا الدرس اللي هو هو الاسم الثاني بتاعه الكونجيشن، هنعرف ان هو مش نفس الاسم حالا. الدرس ده يا جماعه بيكون عنوان ثم نقسمه تقسيمتين، ثم كل تقسيمه نقسمها تقسيمتين ونتكلم عن كل واحد من دول بالتفصيل. بنبدا اول حاجه عند حضراتكم بيقول ايه الديفينيشن بتاع الهايبرينيا، الاسم الثاني بتاعها كونجيشن. كلمه هايبرينيا معناها زياده الدم، وكونجيشن معناها احتقان. هايبرينيا معناها زياده الدم، وكونجيشن معناها احتقان. وكلمة احتقان دي بتطلق على تراكم الدم الوريدي، تراكم الدم بداخل الفين، تراكم الدم في الوريد. بول هايبريميا وكونجيشن ار تيرمز يوزد فور لوكالايزد انكريز، هي مصطلحات بتستخدم فور لوكالايزد انكريز ان فوليوم اوف بلاد، لزيادة كم الدم. بول ويزن دايليتد فيسل اوف تيشو اور اورجن، يعني زياده الدم في اي عضو او زياده الدم في اي وعاء دي بنسميها هايبريميا او كونجيشن. ما حددتش ايه الوعاء ده، وهنا بس عاوز يقول لك ان زياده الدم في اي مكان بنطلق عليها مصطلح هايبريميا او كونجيشن، ده اللي هو عاوز يقوله. التعريفين اللي بعدها هما المهمين بقى، زياده الدم في الشريان اسمها ايه، وزياده الدم في الوريد اسمها ايه. بيقول لي increase the volume of blood from arterial وarterial dilatation، يعني عندك زيادة الدم في الشريان أو في تفرعات الشريان، في الشريان أو تفرعات الشريان. أستاذة هبة، أستاذة هبة هو ده بعد اذنك. صوت بره عالي، افتحي
تقريبا بعد اذنك. انكريز الفوليوم بتاع البلد في ارتري او ارتيريال دايلاتيشن، يعني الارتري وسع او التفرعات بتاعه الارتري اللي داخله عامله الكابيلاري وسعت، دي معناها يا جماعه انا عايز بس افهمكم مصطلحين اتنين هنا. الدم وهو داخل بنسميه انفلو دخول، وهو خارج بنسميه اوت فلو. اوت فلو خروج وانفلو دخول. ولو قلت لحضراتكم الشريان وسع معناها الانفلو حصل له ايه؟ دخول الدم. لو الشريان وسع دخول الدم يحصل له ايه؟ يزيد. فيقول لي هيبقى الفلو زايد. امال لو الفين اتقفل، لو الفين اتقفل هيبقى معناها الاوت فلو حصل له ايه؟ قل. فاحنا عندنا بيقول لحضراتكم كلمتين اتنين، يا اما اتساع الشريان، يا اما تراكم الدم في الشريان، يا اما زياده الانفلو. اي حاجه من الثلاثه دول، اتساع الشريان او تراكم الدم في الشريان او زياده الانفلو، مكتوب عند حضراتكم بيقول زياده الفوليوم اوف بلاد بسبب ارتيريال وارتيريال دايلاتيشن، بسبب اتساع الشريان او اتساع الشعيرات الدمويه الصغيره اللي طالعه من الشريان. وده معناه بين قوسين انكريز الانفلو، معناه دخول الدم للمكان زاد، الانفلو زاد. ده بنسميه اكتيف هايبريميا. اكتيف هايبريميا ومكتوب عند حضراتكم بنسميه هايبريميا او اكتيف هايبريميا. انا عاوزك تكتب لي او تعلمني على كلمه اكتيف هايبريميا. اللي بعدها بيقول امبيرد فينوس درينج. وامبيرد فينوس درينج يعني ايه؟ هيقف سحب الدم الوريدي، هيحصل خلل في سحب الدم من الوريد، الوريد مش هيسحب الدم. يعني الاوت فلو يحصل له ايه؟ الاوت فلو هيقل. بيقول لي ديمينيشد اوت فلو، ديكريزد اوت فلو، ده بنسميه كونجيشن او باسيف هايبريميا. يبقى لو الشريان وسع اكتف هايبريميا، لو الفين اتسد باسيف هايبريميا. وهنا قال لكم معايا ثواني كده عشان افهمكم المصطلحات دي كويس. ادي شريان وادي وريد. والدرس عندنا اسمه ايه وايه؟ هايبريميا وكونجيشن. دي هايبريميا دي كونجيشن. لان لو الشريان وسع معناها كم الدم اللي داخل النسيج هيحصل له ايه؟ هيزيد. زياده الانفلو معناها زياده مرور الدم، او ان الوعاء وسع او الدم تراكم في الوعاء الدموي اللي هو اقصد به الشريان الناحيه الشريانيه، ده بنسميه هايبريميا. يعني كلمه هايبريميا بس يقصد بها اكتف هايبريميا اللي هي ناحيه الشريان. انما لو حصل جلطه في الوريد، فاكرين امبارح لما قلت لكم الوريد اتسد، اول حاجه بعد ما الوريد يتسد ايه يحصل؟ الفين يوسع ويحصل له كونجيشن، يحصل له احتقان. لان لو الفينوس درينج وقف، لو الامبار لو حصل امبارد فينوس درينج يعني سحب الدم من النسيج، لو وقف معناها الاوت فلو قل، خروج الدم من النسيج قل، ده بنسميه كونجيشن او نسميه باسيف هايبريميا. يعني انا لو قلت هايبريميا لوحدها اقصد بقى ايه؟ اكتف. لو قلت باسيف هايبريميا يبقى بتاعت الفين. هنا بقى عاوز افهمك حاجه، يا شريان يدخل كتير يا فين ما يطلعش، يا شريان يدخل كتير يا الفين ما يطلعش، والمحصله النهائيه هي تراكم دم. الشريان يدخل كتير يا الفين ما يطلعش، الشريان يدخل كتير معناه وسع، معناه الانفلو زاد، بنسميها هايبريميا او اكتف هايبريميا. فين ما يطلعش معناها الاوت فلو قل، والاوت فلو لما يقل معناها امبيرد فينوس درينج، نسميها كونجيشن او نسميها باسيف هايبريميا. اللي احنا هنعمله ايه بقى؟ هنتكلم عن الاكتف هايبريميا وهنتكلم عن الباسيف هايبريميا. يبقى اللي احنا هنبدا نتكلم فيه حالا يعني ايه كلمه اكتف هايبريميا وناخد الدرس بتاعها، ويعني ايه باسيف هايبريميا وناخد الدرس بتاعها. الرسمه اللي عند حضراتكم في الكتاب لو حد ملاحظ بصوا فيها معايا يا جماعه، هو هنا واضح ان الشريان وسع، فالشريان لما وسع قال لك ان الانفلو زاد، عشان كده قال عليها هايبريميا. وحضراتكم فاهمين كلمه هايبريميا بس معناها اكتف هايبريميا، انما في الرسمه اللي تحتها بتلاقي الفين داق، والفين لما داق ما عادش دم عارف يخرج، فدي سميناها كونجيشن عشان الاوت فلو قل. حتى لو حد خد باله هيلاقي لما الوريد لما الشريان هو اللي بيوسع الدم معمول لونه احمر، لان الدم اللي بيتراكم في النسيج هيبقى دم شريان، لان الشريان باعت كتير. الفين سليم، الوريد سليم، بس المشكله ان القصه بتكون ماشيه كالاتي، يخش 100 يخرج 100، يخش 100 يخرج 100، كتشبيه بالارقام، على قد ما يخش على قد ما يخرج. دخل 200 يخرج كام؟ 100، ويبقى كام؟ 100، يعملوا اكتف هايبريميا.
طب لو قلت لك اتدخل 100 وطلع 50 يعملوا كونجيشن، لان دلوقتي الخروج هو اللي فيه مشكله. لو الدخول فيه مشكله بنسميه هايبرينيا، لو الخروج فيه مشكله بنسميه كونجيشن. بيبدا اول حاجه بالاكتيف هايبرينيا. الديفينيشن بتاعها من غير ما اقوله حضراتكم عارفينه، هو يعني ايه اكتيف هايبرينيا؟ مش عاوز تعريف، قول لي فهمت ايه من كلمه اكتيف هايبرينيا؟ ان الشريان هو اللي وسع والدم اللي تراكم كان دم شرياني، ودي معناها زياده الانفلو. مكتوب عند حضراتكم بيقول انكريز ان البلاد فلو، زياده سريان الدم تو ان اورجن لعضو از ريزلت اوف اكتيف دايلاتيشن، نتيجه اتساع الارترز والارتريولز. احنا قلنا انا عاوز كده اتعلمنا على الكلمتين اتنين، دايلاتيشن وانكريز الانفلو. علم على كلمه دايلاتيشن وانكريز الفلو، زياده الفلو والدايلاتيشن معناه اكتيف هايبرينيا على طول. التايبز بتاعت الاكتيف هايبرينيا بتبقى يا فيسيولوجيكال يا باثولوجيكال، يا حالات طبيعيه يا حالات مرضيه. واحنا قلنا اكتيف هايبرينيا بكلمه بسيطه جدا بقى، انا عاوز الناس تكون فاهمه مش حافظه. اكتيف هايبرينيا بالعربي كده معناها دم كتير دخل من الشريان، دم كتير دخل من الشريان، الحنفيه دخلت ميه اكتر من الطبيعي، وما زال الحوض شغال عادي خالص بيطلع صرف طبيعي، بس المشكله الحنفيه بنحنقها على الاخر. دخل دم كتير اسمها اكتيف هايبرينيا، ممكن يبقى فيسيولوجيكال ممكن يبقى باثولوجيكال. وعاوز هنا اوضح لك حاجه، هو مكتوب عن طريق كلمه بسبب اكتيف دايلاتيشن، يعني مين بيجيب مين؟ اكتف دايلاتيشن معناها الوعاء بيوسع، ولما بيوسع الدم يكتر فيه، يعني مين يجيب مين؟ الدايلاتيشن يجيب تراكم الدم، يعني لازم الدايلاتيشن الاول يليه بعد كده الفلو. غير لما كنا بناخد في الانفلاميشن كنا بنقول المواد بتنزل على الوعاء توسع الوعاء فتخلي الدم يروح فيه كتير، فلازم حاجه تجيب حاجه، مين يجيب مين؟ اتساع الوعاء يزود كم الدم. انما في الكونجيشن هيبقى العكس، تراكم الدم هو اللي بيوسع الوريد، الدم بيتراكم فالوريد يوسع. انما في الشريان، الشريان يوسع فالدم يتراكم فيه. يعني مين قبل مين؟ خلينا نحدد الاكتيف هايبرينيا، مين قبل مين؟ دايلاتيشن يلي تراكم دم، لازم الدايلاتيشن هو اللي يحصل الاول. التايبس واللي بيحصل فين بقى الانواع بتاعته؟ يا اما فيسيولوجيكال يا اما باثولوجيكال. بالنسبة للفيسيولوجيكال بيقول في حالة الماسكولار اكسرسايز، في حالة المجهود العضلي. هي دي حاجة مرضية ولا حاجة طبيعية؟ واحد بيعمل مجهود فالشرايين بتاعته وسعت، ليه؟ عشان توصل دم كتير للعضلة، فدي حاجة فيسيولوجيكال، حاجة طبيعية خالص. دي بتحصل لما يكون واحد بيعمل أي مجهود عضلي، وده اللي بيخلي الشخص وهو بيعمل مجهود عضلي بيسخن وبيحمر. لأن الشرايين بتوسع عشان تودي دم كتير، فتلاقيه محمر وعمال يسخن وعمال يطلع عرق بسبب إن الشريان بيوسع فيودي كم دم كتير يخدم على العضل. تاني حاجة بيقول هرمونة، بسبب هرمونات زي في حالة المنستريشن وحالة البريجنسي، أثناء دورة الطمس وأثناء الحمل. أثناء دورة الطمس بطنط الرحم بتتملي أوعية دموية واسعة، الشرايين بتبقى واسعة، ثم بعد كده بتيجي يحصل لها الشيدنج بتتكنس وتنزل مع الدم بتاع الطمس. اثناء البريجنسي بنلاقي المشيمه عباره عن شرايين واسعه، وبالتالي شرايين بتوسع الدم بيكتر، ده بسبب هرمونات اثناء البريود او اثناء البريجنسي. بعد كده بيقول هيت سيرابي. هيت سيرابي ده الناس اللي بيروحوا يعملوا علاج طبيعي، يا جماعه لو حد راح عمل جلسه علاج طبيعي بيبقى في لمبه كده، اللمبه دي بتبقى لمبه حمراء يقوم جاي حاططها وموجهها على العضله عشان تسخن العضله. ده من ضمن الجلسات بتاع العلاج الطبيعي، ان بيكون في مصدر حراره، المصدر ده بيقوم جاي موجهه على العضله مباشره عشان يخلي الاوعيه اللي فيها توسع فالدم يروح كتير فيعالج اي حاجه حاصله في العضله. دي اللي اسمها الهيت ثيرابي، العلاج الحراري، ده من ضمن جلسات العلاج الطبيعي. من ضمن الاستشفاء بتاع العلاج الطبيعي، اللي هم الناس اللي بيكونوا عندهم مثلا كرامبات، عندهم شد عضلي، عندهم اصابات عضليه، بنعمل لهم هيت ثيرابي، اللي جنبها يو في. يو في اللي يعني معناها ايه؟ الترا فايولت، اشعه فوق بنفسجيه، مع انها انفراريد، هي يعني بتكون انفراريد بس بنستخدم الاثنين، يا اما فوق بنفسجيه يا اما تحت حمراء، بس الاشهر انها تحت الحمراء، بس هي الدكتوره ده في المحاضره يو في قالت عليها الترا فايولت، فخلاص نقول الترا فايولت. بالنسبه للباثولوجيكال دول ده بيحصل في حاله الاكيوت انفلاميشن. كنا بنقول اصلا في الانفلاميشن
الكيميكال ميدياتورز اللي كانت بتنتج من الانفلاميشن بتروح توسع الوعاء وتعمل هايبريميا اصلا. بس دي بقى فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ باثولوجيكال، ده مرضي. يبقى احنا عندنا دلوقتي قبل ما نقلب، بس عندنا دلوقتي كنا بنقول ان هو كلمه هايبريميا وكلمه كونجيشن ده بتطلق على تراكم الدم. لو تراكم الدم بسبب الشريان وسع ثم تراكم الدم فيه بتسميها اكتيف هايبريميا، اللي هي ممكن تكون يا فيسيولوجيكال يا باثولوجيكال. فيسيولوجيكال في حاله الناشونال اكسرسايز، في حاله البريجنسي، في حاله المنستريشن، في حاله الهيت ثيرابي. باثولوجيكال في حاله الاكيوت انفلاميشن. ومش هناخد ولا كلمه ثانيه في الاكتيف هايبريميا. الدرس كله اصلا عاوز يتكلم عن الباسيف هايبريميا، فاحنا خلاص كده هنلسع حته الاكتيف هايبريميا خالص. عاوزك بس تخليك فاكر لان معناها زياده الانفلو، لانه بيسال فيه كتير. زياده الانفلو معناها اكتيف هايبريميا، ويبقى دايلاتيشن يعني زياده الانفلو مش العكس، الوعاء يوسع فالدم يكتر فيه، ده اللي اسمه الاكتيف هايبريميا. اللي احنا عاوزين نتكلم عنه تفصيليا بقى هو الباسيف هايبريميا. الباسيف هايبريميا ده هو اللي هيبقى باقي الدرس معانا ان شاء الله بتاع الهايبريميا. واحنا هنعمل الاتي يا جماعه، الباسيف هايبريميا عشان بس افهمكم التقسيمه هتمشي ازاي. الباسيف هايبريميا هنتكلم عنها الاول كيعني ايه باسيف هايبريميا، ثم بعد كده هنقسمها لوكالايزد في مكان محدد يا اما جنرالايزد في الجسم كله. ولما تبقى لوكالايزد هنتكلم عن الاماكن اللي بتيجي فيها فين في اللوكالايزد، ولما تبقى جنرالايزد هنتكلم عن الاماكن اللي بتيجي فيها فين في الجنرالايزد. فاحنا الاول هناخد الباسيف يعني ايه، وهناخد انها لوكالايزد وجنرالايزد، ثم ناخد اللوكالايزد بالتفصيل والجنرالايزد بالتفصيل. نبدا اول حاجه الباسيف هايبريميا من غير ما تقرا اللي عندك. يعني ايه كلمه باسيف هايبريميا؟ هي لها كلمه ثانيه مشابهه ليه، كونجيشن. يعني ايه بقى؟ الدم تراكم في الوريد فالوريد وسع. الدم تراكم في الوريد فالوريد وسع. اقولها بطريقه احسن، الوريد اتسد فالدم تراكم فيه وسعه، دي اسمها الكونجيشن او اسمها الباسيف هايبريميا. معناها ديكريز الاوت فلو. امال انكريز الانفلو كانت يعني ايه؟ اكتيف هايبريميا. ديكريز الاوت فلو اسمها باسيف هايبريميا. مكتوب عند حضراتكم بيقول انكريز الفينوس بلاد، زيادة الفينوس بلاد. وايه اللي يخلي الدم يولي يزيد؟ الطريق مقفول، فاللي يتراكم هو الدم الوريدي. ان اورجن في عضو از ريزلت اوف اوبستراكشن اوف فينوس اوت فلو، نتيجة انسداد خروج الدم من الوريد. نتيجة انسداد خروج الدم من الوريد. دلوقتي بقى في الحتة دي كده انا عندي سؤال، هو لو قلت لحضرتك increase the arterial blood in an organ، increase arterial blood ده اسمه active. اما لو قلت لك increase the venous blood ده بس، لو قلت لك increase the inflow active، لو decrease outflow بس. اما لو قلت لك dilatation of artery active، اما لو قلت obstruction of vein بس. يبقى اي مصطلح من دول نمشي عليه كلامنا بقى. بقول الفين والفينيول والكابيلاري بتبقى باسيفلي دايليتد. وحد فاهم لسه معناها باسيف؟ عشان وسع غصب عنه. انما اللي هناك سميناه اكتف ليه؟ هو اللي وسع اصلا فكتر الدم فيه. انما الفين وسع غصب عنه، اللي وسع غصب عنه نسميها باسيف، عشان كده سميناها باسيف هايبريميا. لان الدم بيتراكم في الفين وفي الفينيول وفي الكابيلاري مش في الارتري. سؤال ام سي كيو يقول لك ان فينوس كونجيشن بلاد اكيوميوليت ان اول اوف ذا فولوينج اكسبت فين، فينيول، كابيلاري، ارتريول. هتختار ايه الغلط؟ ارتريول، لان في الباس بيبقى فين وفين وفين؟ في الفين والصغير اللي اسمه الفينيول، وفي الكابيلاري اسمه الشعيرات الدمويه. كمان ثلاث اسئله ورا بعض. تراكم الدم في الشريان اسمه؟ تراكم الدم في الشريان اسمه؟ اكتف. في الفين اسمه؟ باسف. في الكابيلاري اسمه؟ باسف برضه. يبقى في الكابيلاري او الفين باسف، في الارض يبقى اكتف. مكتوبه ايه؟ الكابيلاريز اللي اسمها الارتيرولار اند، النهايه اللي ناحيه الارض.
انما الكابيلاريز رسميا بتكون الحته ناحيه الفين شويه. بصوا يا جماعه الكابيلاريز نصين، نص من الارتري ونص من الفين، الجزء الاكبر ده تبع الفين. ومش هيجيبها لك كده طبعا، مش هيجيب لك الكابيلاري لو كان فيها الدم يبقى فين، بس انا فاهمها لكم ان الكابيلاريز بتكون متقسمه تلتين وتلت تقريبا، تلتين تبع الفين وتلت تبع الارتري. فلو جه قال لك تراكم الدم في الكابيلاري ده بس، ده بس، انما تراكم الدم في الارتري ده اكتب، تراكم الدم في الفين ده بس. يبقى يقول لك فين وكابيلاري يبقى انت بتتكلم عن بس، قال لك ارتري يبقى بتتكلم عن اكتف. بيقول التايبز بتاعتها، التايبز بتاع الباسف كانت ايه وايه؟ لوكالايزد فينس كونجيشن وجنرالايزد فينس كونجيشن. وكل واحد من دول يا جماعه هنقوم جايين مقسمينه اكيوت وكرونيك، اكيوت وكرونيك. يبقى احنا عندنا الباسف قلنا ان هو زياده الدم بداخل الوريد، تراكم الدم الوريدي في النسيج لان الوريد اتسد فتراكم الدم فيه. الفين والفينيول والكابيلاري بيوسعوا باسفلي مش اكتفلي لانهم بيوسعوا غصب عنهم. والباسف نوعين، يا اما لوكالايزد يا اما جنرالايزد. اللي احنا هنتكلم عنه على ان شاء الله هو اللوكالايزد. هنبدا كلمه لوكالايزد فينس كونجيشن. هو يعني ايه كلمه لوكالايزد فينس كونجيشن؟ اكيد الدم هيتراكم في مكان، دم وريد هيتراكم في مكان بس مكان بعينه، مكان محدد، عشان كده سميناه لوكالايزد فينس كونجيشن. مكتوب بيقول لحضراتكم الديفينيشن بتاعها ده لوكالايزد كونجيشن ان اني بارت اوف ذا بودي، هو تراكم دم في اي مكان في جسمنا. هوز فينس اوت فلو بيكام اوبستراكتد، اللي الفين بتاعه اتسد. يعني اي مكان الفين بتاعه يتسد، وهنا كلمته واضحه، اي مكان الفين بتاعه بتاع المكان بس هو اللي يتسد يبقى اسمها لوكالايزد فينس كونجيشن. امال لو قلت لحضراتكم يا جماعه اللي بيسحب دم الجسم كله باظ، هو مين اللي بيسحب دم الجسم كله؟ الناحيه اليمين من القلب. لو الناحيه اليمين من القلب باظت يحصل لوكالايزد ولا جنرالايزد فينس كونجيشن؟ جنرالايزد. يبقى الفرق لو الفين بتاع المكان ده نفسه هو اللي اتسد يبقى لوكالايز، انما لو الناحيه اليمين من القلب اللي بتشيل دم الجسم كله حصل فيها حاجه يبقى جنرالايز فينس كونجيشن. هنبدا اللوكالايز، وقلنا اللوكالايز معناها الفين بتاع مكان معين اتسد. احنا قلنا اللوكالايز بنقسمها ايه وايه؟ اكيوت وكرونيك. وكلمه السر عندنا في اي حاجه اكيوت صادم وكومبليت، كملوا لي انت بقى، صادم وكومبليت اوكلوجن لمين؟ للفين. احنا في كونجيشن يعني بنتكلم عن فينس. يقول الاكيوت لوكالايزد فينس كونجيشن ذا ريزلتنج فروم صادن وكومبليت فينس اوبستراكشن. الفين اتقفل فجاه وبالكامل، يا ايه اللي كان بيقفل ايه السكيم بتاع اي حاجه تقفل فجاه وبالكامل؟ ثرومبس وامبوليز مولايجيشن. بيقول لي يا اما بسبب ثرومبوزس، يا اما بسبب لايجيشن، يا اما بسبب تويستنج اوف بيديكل اوف موفابل اورجن. تويستنج بتاع البيديكل بتاع موفابل اورجن معناها عضو متعلق بحاجه اتلف. فاكر لما كنا بنقول التست امبارح لما كانت متعلقه واتلفت قامت جايه قافله كل حاجه؟ يقول لك اي عضو يكون متعلق بحاجه وحصل ان هو لف، دي بنسميها تويستنج اوف البيديكل. بيديكل ده اللي هو معلق العضو، تويستنج اوف البيديكل بتاع الاورجن، الاورجن نفسه حصل ان هو لف في اي وعاء دموي داخله اتسد. ذلك يشمل الارتري والفين، بس احنا بنتكلم عن الفين. او سترانجيوليتد هيرني، حد فاكر كلمه سترانجيوليتد هيرني يعني ايه؟ الفتاء لما كان طلع بره ولف برضه، يعني ثرومبوز ورايجيشن واي حاجه تعمل تويستنج، اي حاجه تلف. ايه الريزلت بقى؟ فاكرين امبارح لما قلت لحضراتكم اي فين يوسع جداره ويحصل له ايه؟ يبقى رؤية، يقوم جاي مرشح ميه، يعمل إديما. عشان كده هتلاقوا مكتوب ان هو بيقول الايفكت رابد سيفير ديستنشن اوف فين وكابيلاريز. وايه اللي عمل ايه؟ مين اللي جاب مين؟ الفين اتسد، الدم تراكم، الوعاء الدموي وسع. يليها بعد كده إديما، إديما اوكير رابد في التشو. عايز اتعلم على كلمتين اتنين، ديستنشن وإديما. ديستنشن معناها اتساع، الوعاء بيوسع، وإديما تراكم ميه في النسيج.
تراكم ميه في النسيج. تعالوا ناخد الكرونيك بقى. الكرونيك ده اللي هي حاجه مزمنه، واحنا متفقين اي حاجه كرونيك كلمه السر بتاعتنا جراديوال وان كومبليت، بيقول انها بيكون بسبب جراديوال وان كومبليت فينوس اوبستراكشن. ايه اللي كان بيعمل حاجه جراديوال؟ تيومر عمال يضغط بس بيضغط براحته، لينف نود بتكبر انلارجد لينف نود، غده لمفاويه عماله تكبر تضغط برضه براحتها، بريجننت يوترس. حد فاكر حاجه زي كده؟ اللي كانت حامل وضغط لها على الوريد فحصل لها اديمه في رجليها ودوالي. قلنا ليه دوالي وليه اديمة؟ دوالي عشان ما عادش الدم بيتسحب، اللي هي كونجيشن. وليه اديمة؟ الوعاء لما بيوسع بيرشح ميه، كانت اسمها فلاجميزيا البا دولنز لو حد فاكر الاسم ده. واللي في البريجننت يوترس او في الليفر سيروزس. ليفر سيروزس اللي هو تليف الكبد، بكلمة أصح تشمع الكبد. ده الاند ستيج اوف ليفر ديس، المرحلة النهائية من موت الكبد. الليفر سيروزس ده حاجة معناها موت الكبد. وايه اللي خلى الكبد يعمل فينوس كونجيشن؟ الكبد بيسحب دم الجهاز الهضمي بالبورتال فين، فلما الكبد يتليف يقفل على البورتال فين، يقوم البورتال فين يوسع لانه جايب دم الجهاز الهضمي كله وما عادش عارف يوديه على الكبد، يقوم البورتال فين يوسع لان الكبد قفل عليه سده، والبورتال فين لما يوسع يرشح ميه في البطن يعمل استسقاء الاسايتس. ما هي ديت لوكالايز في مكان واحد اهي، بس كرونيك مزمنه خدت سنين. يبقى لو سالت حضراتكم دلوقتي وقلت لكم ايه الفرق بين الاكيوت وبين الكرونيك لوكالايز فينوس كونجيشن؟ صادم وكومبليت جراديوال وان كومبليت بسبب ثرومبوزس او امبولس او لايجيشن او تويست، بسبب تيومر او ليمف نود او سيروزس او بريجننت يوترس. النيوكلايز دي كانت بتعمل كلمتين ايه وايه؟ ديستنشن وايديم. تعالوا بقى نشوف الكرونيك بتعمل ايه. بيقول الكرونيك بيبقى الفين والفينيول والكابيلاري، حتى عمال يكرر الكلمه اهو، فين وفينيول وكابيلاري بروكسيمال تول اوبستراكشن. ويعني ايه بروكسيمال تول اوبستراكشن؟ انت عندك لو ده فين وسرقان الدم كده والجلطة حاصلة هنا أو الحاجة اللي سدست ده من هنا، الدم يتراكم بروكسيمال ولا ديستال؟ بروكسيمال، لأن أصلا لسه ما راحش على الديستال، فيقول لي الفين والفينيول والكابيلاريز اللي بروكسيمال للأوبستراكشن تبقى لايليت بتوسع. الفينز والفينيولز والكابيلاريز البروكسيمال للأوبستراكشن بيكون دايليت وكونجستد، وأي حاجة بتوسع بتعمل إديمة. يقول لي الأيام الجاية مرشحة مية تعمل إديمة. بعد كده بيقول لحضراتكم جراديوال اوبننج اوف كولاترال. كنا فاكرين لما كنا بنقول اي حاجه جراديوال بتدي فرصه للكولاترال انهم يفتحوا فيسحبوا ده بتبقى كارثه. ليه بقى؟ بصوا اللي انا هعمله ده عشان خاطر احتاجه حالا واحتاجه كمان شويه. اللي انا هرسمه حالا يا جماعه هو الليفر والبورتال فين. ادي الليفر اهوت، والمفروض دخلته البورتال فين كده اللي جايب له دم من الدايجستيف سيستم. الجهاز الهضمي بيبعت الدم بتاعه للبورتال فين. الليفر ده حصل له ان هو تليف، والليفر لما بيتليف بيصغر، فلما بيصغر الهايلر بتاعه بيتقفل، مدخله بيتقفل، فنيجي نبص نلاقي البورتال فين اتسد لان خلاص بقى البورتال فين اتقفل عليه. ما عادش بياخد دم زي الاول. نيجي نبص بعد كده نلاقي ان الدم اللي جاي من الدايجستيف سيستم ما زال الدم ارتري جايب وفين لازم يودي، فالفين يودي يلاقي المكان مسدود، يقوم جاي البورتال فين نبص اللي بقى عامل كده. حد فاهم ايه اللي حصل له؟ وسع، والبورتال فين لما يوسع بالطريقه اللي بنسميها بورتال هايبر تنشن. بورتال هايبر تنشن معناه زياده الضغط بداخل البورتال فين. يقوم جاي البورتال فين لما يوسع كده يقوم جاي مرشح ميه في البطن، ولما يرشح ميه في البطن يعمل حاجه اسمها اسايتس الاستسقاء. الناس اللي بيكون عندهم كبد وبص تلاقي بطنهم كبيره، ده بيكون ميه متراكمه جواهم. لو حضراتكم تسمعوا لك ده بيعملوا عمليه بزل، لو حد سمع الكلمه دي بزل دي معناها بيجيب خرطوم يدخله في تجويف البطن، نركبه في حاجه زي قاروره كده تسحب الميه دي كلها، عشان خاطر الميه دي بتضغط على الديافرام توقف له النفس، فاحنا لازم بنسحب الميه دي شويه. بعد كده الحاجه تبقى جراديوال، حاجه تدريجيه،
فبتدي فرصة للكولاترال انهم يفتحوا. نيجي نبص نلاقي ان المورتال فين واصل معاه فين، الفين ده بيودي للمريق، واصل معاه فين، الفين ده بيودي للريكتوم للمستقيم. المفروض ان هو مقفول ما بيفتحش. اول ما البورتال فين وسع وحصل فيه هايبر تنشن لقينا ان الكولاترال ديت فتحت. المفروض ان الفين بتاع المريق اصلا بتاع الاسوفيجاس كان بيوصل له دم في فينز معينه، والمفروض بتاع الريكتوم كان بيوصل له الدم بتاعه في فينز معينه. دلوقتي جبنا الدم بتاع الجهاز الهضمي كله، قمنا جايين مقسمين نصه راح على المريق ونصه راح على الفينز اللي رايحه للريكتوم. المفروض ده في دم اصلا بتاعه هو، وده في دم بتاعه هو، جبنا له دم زياده. لقينا الاورده بتاعه المريق اتسعت وسعت قوي، والاورده بتاعه الريكتوم وسعت قوي. ليه؟ شالت فوق طاقتها، شالت فوق حمولتها. يقوم جاي عامل دوال المريق، ويقوم جاي عامل البايلز اللي هي الهيمورويد اللي هي البواسيل. يقوم جاي عامل البواسيل. عشان كده مريض الكبد بنيجي نبص نلاقي عنده دوالي مريق ونلاقي عنده البواسيل. دوالي المريق دي اسمها الفاريكوز فين، اسمها الاسوفيجيال فارسز. الاسوفيجيال فارس معناها دوالي المريق، وده اللي بيخلي مريض الكبد بيجي لنا الطوارئ بيقول انا رجعت دم. حد يقدر يفسر لي ليه بيرجع دم؟ عشان الدوالي بتاع المريق بتتملي دم فتنفجر فيفرقع، يقوم جاي مطلعها للدم. ودايما بيشتكي ان هو عنده بواسير. ليه؟ الليفر مقفول، فالليفر لما قفل خلى الدم بتاع البورتال فين يروح للمريء ويروح للريكتم، يروح للمريء يعمل دوالي ويروح للريكتم يعمل بايلز او هيمورايد اللي هي اسمها البواسير، والميه اللي ترشح في بطنه من البورتال فين تعمل له اسايتس، والاسايتس دي تبقى علاج. يعني ربنا خلى الاسايتس دي تحصل عشان تبقى علاج. ليه؟ اسايتس دي معناها ميه جوه البطن. الميه اللي جوه البطن دي تعمل ايه في الضغط بتاع البطن؟ تزوده ولا تقلله؟ تراكم حاجه في مكان تعمل ايه في الضغط؟ تزوده. اول ما الضغط يزيد يقوم جاي ضاغط على المورتال فين يخليه يزق الدم غصب عنه في الكبد، فيفضل الدم ماشي. يعني الاسايتس دي بقت طريقه من طرق علاج الجسم، انه بيخلي الميه تنزل عشان تزود الضغط، يقوم جاي زق المورتال فين غصب عنه يقول لي ماشي فيك دم، انا مش عاوز اودي للمريق ولا اودي للريكتوم، ماشي فيك انت دم. بس المشكله ان الاسايتس ده لما بيزيد يقوم جاي ضغط على الديافرام، ولما يضغط على الديافرام تلاقي الشخص عمال تلاقيه ياخد نفسه بصعوبه جدا. احنا بنعمل بذل مش عشان نسحب كل الميه، عشان نسحب جزء الميه عشان ما ياثرش على الديافرام، ونسيب الباقي. ليه نسيب الباقي؟ عشان خاطر هو اللي بيعالجه اصلا. دي اللي اسمها كرونيك لوكالايزد فينوس كونجيشن. مكتوب عند حضراتكم الافكت ديت الفين والفينيول والكابيلاري بروكسيمال الاوبستراكشن تبقى دايركت بيحصل لها اديما وجراديوال اوبننج اوف كولاترال وانستموستيك فين. يعني هنلاقي الكولاترال بداوا يفتحوا والانستموز اللي هو اتصالات الاورده العظمى بدات تفتح. الافكت بقى مكتوب عند حضراتكم الصفحه اللي بعدها، والصفحه اللي بعدها دي اسئله مهمه قوي اللي هي الجزء العلوي تحديدا. بيقول في البورتال هايبر تنشن. ويعني ايه بورتال هايبر تنشن؟ مش عاوز ترجمتها، عاوز اعرف ايه اللي حصل. الكبد تليف فقفل على البورتال فين، ما عادش الدم بيعدي، البورتال فين وسع، حصل فيه بورتال هايبرتنشن. بيقول دايلاتيشن اوف انستوموستيك فين بتوين البورتال والسيستميك سيركيوليشن. هنفتح الفينز اللي رابطه البورتال فين بالسيستميك سيركيوليشن بتاع مين تحديدا؟ بتاع المريق. اصل الدوره الدمويه بتاعت الكبد اسمها البورتال سيركيوليشن، والدورة الدموية بتاعت الجسم اسمها سيستميك سيركيوليشن. عشان كده لما نربط دورة دموية بدورة دموية تانية بنسميها بنربط البورتال سيركيوليشن بالسيستميك سيركيوليشن، لأن الطبيعي ده لوحده لوحده بنسميها بورتو سيستميك أناستوموزيس. عشان لو حد عاوز يكتبها عنه بنسميها بورتو سيستميك أناستوموزيس. بورتو سيستميك انستوموزس معناها البورتال فين ربط مع اي سيستميك فين، والسيستميك فين ده يعرف ان يبقى حاجتين اثنين، ايه او ايه؟ يا بتاع المريق يا بتاع الريكتوم، يا بتاع الاسوفيجاس يا بتاع الريكتوم. مكتوب في البورتال هايبرتنشن بيحصل دايلاتيشن للانستوموستيك فين اللي رابطه البورتال بالسيستميك سيركيوليشن، هتعمل اسوفيجيال فارسز.
حد فاهم يعني ايه بقى اوسولوجيكال فيروسز؟ دوالي المريه، دوالي المريه. بعد كده بيقول انزلي على الثالثه كرونيك انكريزد انترا كرينيال بريشر، انترا ابدومينال بريشر، زياده الضغط بداخل البطن. الناس اللي عندهم كرش او الناس اللي عندهم استسقاء ده بيزود الضغط بداخل البطن، ده بيعمل فاريكوزيتي اوف الهيمورويد فين. فاريكوزيتي، كلمه فاريكوزيتي دي معناها الوريد يوسع ويبقى معرج. كلمه فاريكوزيتي معناها الفين يوسع ويبقى تورشوس، تورشوس معناها معرج. ده معنى كلمه فاريكوزيتي، ان الفين يبقى شكله عامل كده. قول لي فاريكوزيتي اوف هيمورويد فين. هيمورويد فين معناه اوردت المستقيم، اوردت المستقيم، وده بيعمل بايلز، بايلز اللي هي البواسير. اطلع بقى اللي في النص، بيقول برونج ستاندنج ان وورك، الناس اللي بتقف في الشغل لفتره طويله، والبريجنسي، الست الحامل من غير ما اكمل انتوا عارفين متوقعين هيقول ايه؟ هيحصل فاريكوزيتي في اللور ليمب، بتعمل لور ليمب قديمه، مكتوب بيعمل كومبريشن على الفيمورال فين اللي احنا كنا خدنا قبل كده اسمه اليو فيمورال فين، اللي كان طالع من رجله وماشي بالارض في الحوض. يعمل فاريكوز فين في اللور ليمب، فاريكوز فين معناه دوالي في اللور ليمب، طبعا في الرجلين. الناس اللي شغلها طبيعي شغلهم ان هم بيقفوا كتير بيجي لهم دوالي، البريجننت بيجي لها دوالي. ليه بقى؟ عشان خاطر الفيمورال فين بيتقفل، فالدم بيتراكم في الرجل. معظم الدكاتره على فكره بيكون عندهم دوالي، معظم الدكاتره بتوع الجراحه بيكون عندهم دوالي لان هم واقفين على طول، معظم بتوع الكورسات عندهم دوالي لان هم واقفين على طول، معظم دكاتره الاسنان بيكون عندهم دوالي معظمهم، مع ان العدد قليل جدا لان انت معظم شغل حضراتكم عاملينه وانتوا قاعدين، ما بتقفوش ان احنا في اوضه العمليات واقفين ما بنقعدش، فانتوا شغلكم وانتوا قاعدين، انتوا بيجيلكم حاجه ثانيه الظهر الغضاريف. احنا بيجي لنا حاجات كتيره قوي غير الغضاريف، واحيانا برضه بيجي لنا غضاريف بس ده بتبقى نادره شويه في البشري، انها مشهوره قوي في اسنان. طبعا عند حضراتكم غضروف الرقبه وغضروف الظهر الاثنين، وانت صغير غضروف الظهر تكبر شويه وغضروف الرقبه تكبر شويه، توكل على الله خالص. يبقى احنا عندنا البوردر هايبر تنشن بيجيب اوسولوجيال فيروسز. وهنا بس يعني كان في سؤال ممكن اساله انا بطريقه غير مباشره، واعتقد ان هم يعني تفكيرهم القسم سنه بالطريقه دي. لو قال لك كل مما يلي من الافكت بتاعه الفينوس كونجيشن الكرونيك، الكرونيك فينوس كونجيشن اكسبت، وجاب لك باريكوز فين، وجاب لك اوزوجيال فيروسز، وجاب لك هيمورويد، وقام جايب مثلا رابط ديستنشن وفي الفين. انا بقول الكرونيك، الكرونيك، الكرونيك. كل مما يلي من اثار الكرونيك ما عدا واحد فاريكوز فين، اتنين فاريكوز فين معانا ما هي دي كرونيك، تاني حاجه بايلز ما هي البايلز معانا، تالت حاجه بعد كده بيقول اوزوفيجيال فارسز دوالي المريج معانا، بعد كده بيقول لك رابد، رابد ديستنشن اوف الفين، رابد يا رابد دي بقى كرونيك، ما تبقى ايه؟ اكيوت. احنا قلنا من الاثار بتاع الاكيوت ديستنشن واديما، بتاع الكرونيك بقى ان هو يبقى يا اوزوفيجيال فارسز يا بايلز يا فاريكوز فين. جمع كده الحته بتاعت اللوكالايزد فينس كونشن بثانيه كده، عشان خاطر احنا كل ما نخش في الهايبريميا والكونشن اكتر هتلاقي الدنيا بتتوه منك. عايزك تكون مثبت لي الرسمه عامله ازاي. احنا الاول قلنا ان هايبريميا معناها اكتف هايبريميا، يعني الشريان وسع، يعني الانفلو زاد بيوسع ثم الدم يخش، ده بيكون يا فيسيولوجيكال يا باثولوجيكال. ثم دخلنا بعد كده على الكونجيشن، قلنا معناها الفين اتسد، والفين لما يتسد الدم يتراكم فيه فيوسع. نوعين، يا لوكالايزد يا جنرالايزد. اللوكالايزد يا اكيوت يا كرونيك. الاكيوت عارفينه سكيما صادم وكومبليت نتيجه ثرومبوزس وامبوليزم ولايجيشن وتويستنج، وبيبقى بيعمل ايه؟ ديستنشن واديما. انما بتاع الكرونيك كان جراديوال وانكومبليت نتيجه تيومر بريجنانت يوترس او لينف نود كبرت او ليفر سيروز، كان بيعمل ايه؟ يخلي الفين والفينيولز والكابيلاري توسع يليها إديمة، بس الاشهر ان يعمل حاجه في المريء وحاجه في المستقيم وحاجه في الرجل. في المريء اوسوفيجيال فارسز دوالي المريء، في الرجل فاريكوزيتي في اللور ليم، فاريكوز فين دوالي في اللور ليم، في الريكتم اللي هي كانت البايلز او الهيمورويد اللي هي البواسير. تعالوا بقى نخش على الجنرالايزد فينوس كونجيشن.
يا جنرالايزد فينوس كونكشن معناها ايه بقى؟ تراكم الدم في الجسم كله. مين اللي باظ؟ الناحيه اليمين في القلب. فيقول ده عباره عن تيرمينال كونديشن ان اكيوت هارت فيلير. تيرمينال كونديشن في الاكيوت هارت فيلير دي الحاله النهائيه لفشل عضله القلب الحاد. يعني لما يكون القلب هيموت الفيسرا شو اكيوت كونجيشن، بنلاقي ان الاحشاء كلها متجمع فيها الدم. ليه؟ القلب ما عادش بيسحب فالدم يفضل متراكم في الاحشاء. ده بالنسبه للاكيوت. يعني احنا قلنا الجنرالايز بتبقى اكيوت يا كرونيك. بالنسبه للاكيوت، الاكيوت ده تيرمينال ستيج في اكيوت هارت فيلير، واحد بيموت والقلب بتاعه بيموت ما عادش بيسحب الدم، الدم بيتراكم في الفيسرا. وده اللي بيخلي حضراتكم ساعه ما يكون حد يموت، لو حد كبير داخل على حد ميت تلاقيه بيقول له ايه؟ ده وشه بقى عامل زي ده، وشه بقى منور ومنور زي البدر، ده كده هيخش الجنه ان شاء الله. سيادتك ده بسبب الاكيوت جنراليزد فينوس كونجيشن، مش بسبب اعماله ولا حسناته ولا وشه منور ولا الكلام ده كله. الفكره ان القلب ما عادش بيسحب دم، فالقلب لما ما يسحبش دم الدم يتراكم في الانسجه، والدم لما يتراكم في الانسجه يرشح ميه، فتلاقي الوش بقى مدور عشان يتراكم فيه ميه، وبقى منور لان الجلد باين عن الغطاء صلاج، بقى بيل، بقى شاحن، ما عادش جنب الوعاء الدموي، فتلاقي الوش دور ونور. ملوش علاقه بالجنه والنار خالص. الفكره كلها في حته اللي هو حصل اكيوت جنرالايز فينوس كونجيشن. قلب وقف، ما عادش بيتسحب دم، الدم متراكم في الاحشاء، عمل إديمة وخلى الحاجه تترفع بين البلاط سبلاي فعملوا بيل، بقى اللون بتاعه بيل. ده اللي بيحصل. بالنسبه للكرونيك بقى اللي هو اسمه السي في سي، اخدنا كلمه سي في سي دي امبارح في الكورس اوف هيمولوجي ربنا ما يعيده، وقلت لحضرتك هناخدها بكره. السي في سي اللي هي كرونيك فينوس كونجيشن. بس خدوا بالكم احنا خدنا من شويه كرونيك فينوس كونجيشن كان كرونيك ايه؟ كان كرونيك لوكالايز اللي احنا هنتكلم عنه حالا هو الكرونيك جنرالايز. يبقى اللي احنا بنتكلم عنه ده الكرونيك جنرالايز فينوس كونجيشن. والجراديوال فينوس كونجيشن افكت الهول فينوس سيستم. ده احتقان بيأثر على الجهاز الدوري كله ناحيه الفين. امال اللي كان هنا قلنا عليه ايه؟ المنطقه اللي فيها الوريد المسدود بس هي اللي بيحصل فيها لو لوكالايز، انما هنا في الجسم كله لو جنرالايز. ديو تو رايت سايد هارت فيلير، نتيجه ان القلب ما عادش قادر يسحب الدم. واكتب لي جنبها كده بين قوسين كوزس، عاوزين نعرف ايه هي اسباب الرايت سايد هارت فيلير. كوزس اوف رايت سايد هارت فيلير. يبقى لو سالت حضراتكم يا جماعه في الامتحان وقلت لكم الرايت سايد هارت فيلير ريزلت ان، الرايت سايد هارت فيلير ريزلت ان كونجيشن فينوس كرونيك وجنرالايز، فيبقى كرونيك جنرالايز فينوس كونجيشن. كل كلمه بقولها اهو الرايت سايد هارت فيلير بيعمل كرونيك جنرالايز فينوس كونجيشن. امال لو قلت لك الاكيوت هارت فيلير يعمل اكيوت جنرالايز فينوس كونجيشن. انا عاوزك تتعلم قوي وتعرف لي قوي حته الرايت سايد هارت فيلير دي. فشل الجزء اليمين من القلب معناها ان الدم هيتراكم في الجسم كله، يبقى كرونيك جنرالايز فينوس كونجيشن. بعد كده بيقول الايفكت، الايفكت اللي هو تاثيره ايه؟ جنرال في الجسم كله كده عموما بنبص نلاقي ديزني، وديزني معناها صعوبه في التنفس، بنلاقي فيه صعوبه في النفس. حد يقدر يقول لي ليه؟ الاورده اللي حوالين الالفيولاي اتملى الدم فرشحت ميه في الالفيولاي، ما عادش الشخص عارف يتنفس، بقى عنده صعوبه في النفس. بعد كده بيقول إديمة. هي إديمة ديت يعني ايه؟ تراكم ميه. ايه اللي حصل؟ الفين وسع عمل إديمة. بعدين بيقول الساينوزس. الساينوز ده اللي هو مرض الزرقان، قلت لكم ده كان نتيجه ما عادش اكسجين واصل للنسيج، ولما الاكسجين ما يوصلش للنسيج بيحصل اول حاجه هايبوكسيا نقص اكسجين، والحاله اللي بتبقى سيفير قوي تقلب ساينوزس. ساينوز ده اللي هو الزرقان، تلاقي النسيج مزرق معناه ما عادش اكسجين واصل له خالص.
لوكال بقى بيقول لي ان هو بيكون افكت الانترنال اورجانز زي اللونج والليفر والسبين والكدني. ما تبصش فيها لان انا هقول لك حاجه بالتفصيل. انا عاوز بس عند كلمه ساينوزس تكتب ديو تو ستيزس اوف بلاد ان كابيلاريز. عند كلمه ساينوزس اكتب ديو تو ستيزس اوف بلاد ان كابيلاريز. سهم كده مور هيموجلوبين ريدكشن. مور هيموجلوبين ريدكشن معناها يا جماعه كلمه ساينوس معناها ستيزس اوف بلاد في الكابيلاريز. الدم بيقف في الشعيرات الدمويه وده يخلي النسيج يفضل ياخد من الدم اكسجين. ما هو الدم طول ما هو واقف النسيج عمال يشفط منه اكسجين فالهيموجلوبين يحصل له اختزال. مور هيموجلوبين ريدكشن اللي مكتوبه عندكم دي معناها يتشال من عليه الاكسجين. هشيل من عليه الاكسجين والهيموجلوبين لما بيتشال عليه الاكسجين بيخلي النسيج يزرق. الهيموجلوبين لما يكون ما عليهوش اكسجين يخلي النسيج يزرق. ده بالنسبه للساينوز. اللي احنا محتاجينه بقى هي الامثله اللي بعدها الكرونيك فينوس كونجيشن بتاع اللنج، كرونيك فينوس كونجيشن بتاع الليفر، كرونيك فينوس كونجيشن بتاع الاسبرين، وكرونيك فينوس كونجيشن بتاع الكدني. هنتكلم على الكرونيك فينوس كونجيشن في كل عضو من دول. ناخد الاول بتاع الليفر مبدئيا كده هنتكلم على بتاع الليفر واللي اسمه كرونيك فينوس كونجيشن اوف ليفر. واي مرض من دول يا جماعه بنقوم جايين قايلين عليه سي في سي. سي في سي لونج، سي في سي ليفر، سي في سي كدني، سي في سي سبلين. سي في سي اللي معناه ايه بقى؟ كرونيك فينوس كونجيشن. خد بقى حضراتكم من حاجه الاربع اعضاء دولت دولت متاثرين بالجنرالايزد. يعني الجنرالايزد اللي هو كان ده اللي هو كان نوعه كرونيك قلنا بيعمل تاثيرات يا جنرال، جنرال دي اللي هي اديما وساينوزس، يا اما لوكال في اماكن محدده. فالكرونيك ده يا يعمل في اللنج يا يعمل في الليفر يا يعمل في الكدني يا يعمل في السبلين. عشان كده اللي احنا هنتكلم عنه حالا هو تراكم الدم في الاعضاء دي نتيجه الفينوس كونجيشن. يعني تراكم الدم في العضو نتيجه ان الفين بتاعه اتسد. بس الفكره هنا عشان تبقى الكلمه صح بقى، هل الفين اتسد ولا القلب نفسه ما عادش بيسحب؟ القلب ما عادش بيسحب، معنى كده الاربعه دول ممكن يحصلوا في نفس الوقت. مش لازم كل واحده لوحدها، ممكن الاربعه يحصلوا مع بعض. ليه؟ لان اللي بيسحب منهم الدم اصلا ما عادش بيسحب. انما لو قلت لحضراتكم انها في عضو واحد من دول حصل فيه ان الدم اتراكم، ده ممكن يبقى ايه؟ لوكالايز. انما لو قلت لك ممكن يحصل في الاربعه في نفس الوقت يبقى جنرالايز. اللي احنا هنتكلم عنه حالا بقى السي بي سي لونج والسي بي سي ليفر والسي بي سي سبلين والسي بي سي كدني، اشهرهم على الاطلاق هو السي بي سي ليفر. تراكم الدم بداخل الكبد ده اشهر سؤال فيهم اللي هو اسمه نوت ميج ليفر. بتيجي في الامتحان دايما نوت ميج ليفر. بيقول كرونيك فينوس كونجيشن بتاع الليفر بنسميها نوت ميج ليفر. نوت ميج ليفر ده يا جماعه كلمه نوت ميج معناها جوزه الطيب. عامل زي جوزه الطيب. جوزه الطيب دي عباره عن ثمره مزقرشه، مزقرشه اللي هي لونها اصفر مع بني، اصفر مع بني. نقط صفرة مع نقط بني، مناطق صفرة مع مناطق بني، دي اسمها جوزه الطيب، لان الكبد هيبقى كده. بص بقى اللي بيحصل، الدم هيتراكم في الكبد. يخلي مناطق اللي يتراكم فيها الدم لونها بني. ثم الدم لما يتراكم هيوسع الفين، الفين لما يوسع يقوم جاي ضاغط على الخلايا بتاع الكبد يموتها. يجي فيها حاجه اسمها فاتي ديجنريشن، يتراكم جواها دهون فيبقى لونها اصفر. بيبقى منطقه لونها بني متراكم فيها الدم ومنطقه لونها اصفر معمول فيها الفاتي ديجنريشن اصفر مع بني، يعمل شكل جوزه الطيب نوت ميج ليفر. عشان كده بنسميه نوت ميج ليفر. بتيجي في الامتحان كتير قوي يقول لك النوت ميج ليفر هو سي في سي لانج ولا النوت ميج ابيرنس، ده سي في سي لانج ولا سي في سي ليفر ولا سي في سي سبلين ولا سي في سي كدني. هيبقى ايه؟ سي في سي ليفر هو كرونيك فينوس كونجيشن بتاع الليفر اللي هو اسمه نوت ميج ليفر. بالنسبه للجروس بيكتشر، جروس بيكتشر اللي هو هنشوفه ازاي؟ بقول لحضراتكم هو دلوقتي لما دم يتراكم في الكبد ايه اللي يحصل لحجم الكبد؟ هيكبر ووزنه
هيتقل كونسيستنسي بتاعته هتبقى فيرم ولا سوفت؟ سوفت عشان خاطر ده جواه ده بيقول انه يبقى لارج انلارج بيكبر هيفي بيتقل مكتوب هنا فيرم فيرم هنا بسبب حاجه خدوا بالكم هو متراكم جواه دم يعني المفروض يبقى سوفت بس الدم بيكتر جدا لدرجه انك ما تعرفش اصلا تضغط على العضو فتلاقيه فيرم كانك نفخته على الاخر فما عادش اصلا سوفت تحت ايدك بقى جامد تحت ايدك بقى فيرم بيكبر ويتقل ويبقى فيرم هو لما يكبر الكبسوله اللي حواليه يحصل لها ايه؟ هتتشد فتبقى الكبسول استنس كبسوله مشدوده لان العضو اللي جواها كبر الكلمه اللي بعدها هي المهمه قوي بيقول الكات سيرفيس لو خدنا مقطع هيبقى فيه التريشن التريشن معناها تبادل بين لون براون كلر ايه اللي عامل براون؟ الكونجيشن ويلو كلر ايه اللي عامله؟ الفاتي ديجنريشن اللي هو سميناه نوت ميج ليفر وايه اللي عمل الفاتي ديجنريشن اصلا؟ ان الدم لما تراكم في الاوعيه وسعت فلما وسعت ضغطت على الخلايا اللي جنبها عملت فيها فاتي ديجنريشن. بالنسبه للميكروسكوب بيكتشر بقى تحت الميكروسكوب هنشوفه ازاي. بيقول السنترال فين السنترال فين هو الكبد يا جماعه بصوا الكبد عباره عن فصوص كل فص عباره عن لوبز يعني هو الكبد عباره عن لوبز كل لوب عباره عن لوبيول فص اصغر الفص الاصغر ده بيكون فيه وريد في نصه بالظبط بنسميه السنترال فين وده اللي بيسحب الدم بتاع الكبد يبقى الكبد عباره عن لوبز فصوص الفصوص دي عباره عن لوبيولز اللوبيولز دي في نصها فين اسمه سنترال فين فيقول السنترال فين والسنترال اند اوف ساينسويد ساينسويد دي معناها الفينز الواسعه بتاعه الكبد الاوردة الواسعه بتاعه الكبد يعني هو هنا عاوز يقول ان السنترال فين والساينسويد اللي هي الاوردة المتوسطه والاوردة الواسعه بتبقى دايليتد وكونجستد توسع وتتملي دم بعد كده بيقول الليفر سيل اللي موجوده في السنتر بتاع اللوبيول خلايا الكبد اللي موجوده في نص اللوبيول معنى كده انها جنب مين يا جماعه؟ جنب السنترال فين ما هو بصوا ده لوبيول اهو في نصه هنا كده حاجه اسمها السنترال فين السنترال فين ده بيقول ان هو واسع بيكون في كمان ساينسويدز اللي هي الواسع شويه بنيجي نبص نلاقي ان السنترال فين ده وسع والساينسويد وسعت فلما وسعت خدت مكان مش مكانها انها ضغطت على الخلايا اللي هنا فيجي يقول لي خلايا الكبد اللي موجوده في نص اللوبيول بيحصل لها نكروزس بتموت خالص ليه؟ عشان لما وسع ضغط عليها موتها خالص امال الخلايا اللي في الاطراف بقى؟ هتتاثر زي اللي في النص؟ لا اقل بيحصل لها فاتي ديجنريشن عشان كده بيقول الليفر سيل اللي في نص الليبيول بيحصل لها نكروزس بتموت از ا ريزلت اوف البريشر نتيجه ضغط الكونجستد ساينسويد نتيجه ان الاورده بتاعه الكبد ضغط عليها انما السيلز اللي في البريفري في الاطراف بتكون لسه افكتد وشو فاتي ديجنريشن ويبقى فيها فاتي ديجنريشن بمعنى اصح باختصار شديد قوي مين يوسع؟ فينز وساينسويد يضغط على الخلايا اللي في النص يموتها والخلايا الاطراف فاتي ديجنريشن ثلاث كلمات اهو فينز وساينسويد توسع الخلايا اللي في النص بيحصل لها نكروز الخلايا اللي في الاطراف بيحصل لها فاتي ديجنريشن بقى اماكن فيها دم واماكن فيها فاتي ديجنريشن اصفر واحمر يديك نوت ميج ليفر هتزودوا لي كمان سطرين عندكم في الميكروسكوب بيكتشر هو انتوا حضراتكم فاكرين اسم الماكروفاج بتاع الكبد كان اسمها ايه؟ كفر سيلز بنيجي نبص نلاقي ان الدم لما الوعاء وسع قوي كده قام جاي الوعاء منفجر ولما ينفجر بيطلع شويه دم في النسيج لما بيطلع شويه دم في نسيج الكبد بنيجي نبص نلاقي ان الكفر سيلز قامت جايه رايحه على الدم ده واكلاه بقى خلايا الدم موجوده دلوقتي جوه مين؟ جوه الكفر سيلز بس لو حضراتكم تفتكروا كنا بنقول ان الار بي سي لما بتتكسر تديني ايه وايه؟ او تديني هيموجلوبين الاول اللي يديني هيم وجلوبين. الجلوبين ده كان بروتين، الهيم ده كان يديني حديد وكان يديني بيليروبين.
البلوروبين ده مع بعض التفاعلات كان بيطلع ماده اسمها الهيموسيدرين. كنا بيقول ان هو بيطلع صبغه فاعل اسمها الهيموسيدرين، فاحنا عندنا الهيموسيدرين اهو. يبقى انا عندي كرات دم حمراء لو طلعت تتكسر دي هيموجلوبين، الهيموجلوبين يتكسر يديني هيموجلوبين، الهيم بيديني صبغه اسمها هيموسيدرين وصبغه اسمها بلوروبين. البلوروبين دي بتعمل الصفره، والهيموسيدرين دي تروح تكفر سيلز تاكلها. يبقى لو سالتك وقلت لك تحت الميكروسكوب في الكونجيشن بتاع الليفر هتلاقي ايه؟ هتلاقي الاوعيه واسعه، هتلاقي الخلايا اللي في النص ميته، هتلاقي الخلايا اللي في الاطراف فيها فاتي ديجنريشن، هتلاقي الكفر سيلز مليانه هيموسيدرين. لان لما الدم بيخرج الماكروفاج بتروح تاكله، فهتلاقي الكفر سيلز اللي هي بتاعه الليفر ناحيه كانت الهيموسيدرين بقت مسبوغه بصبغه الهيموسيدرين. اكتب لي كده كفر سيلز كونتين هيموسيدرين. كفر سيلز كونتين هيموسيدرين. اكتبوا لي بعدها كاردياك سيروزس ان ادفانسد كيسز. كاردياك سيروزس ان ادفانسد كيسز. في الحالات الاكبر من كده بنلاقي في حاجه اسمها كاردياك سيروزس. وهنا عاوز اوضح لكم حاجه، كاردياك سيروزس مش معناها في القلب. كاردياك سيروزس ده نوع من انواع تشمعات خلايا الكبد. يعني الكاردياك سيروزس ده في الكبد مش في القلب. ده هو نوع من انواع التليفات والتشمعات بتاعت خلايا الكبد. يعني كاردياك سيروزس مش في الهارت، ده في الليفر. ده اسم مرض اسمه كاردياك سيروزس بيحصل في الكبد في الادفانس كيس. يبقى دلوقتي لو قلت لحضراتكم كمايكروسكوبيك هنبص نلاقي واسع ميت فاتي ديجنريشن كفر سيل فيها هيموسيدرين وكاردياك سيروزس في الادفانتج في الادفانس كيس. خش لي بقى على بتاعة اللنج السي في سي لنج. كده احنا قلنا السي في سي ليفر والصوره بتاعتها شايفين حضراتكم يا جماعه الصوره اللي هي قدامكم هنا دي، شايفين الحتت اللي هي لونها غامق دي؟ الحتت اللي هي الغامقه ده الحتت دي كفر سيلز واكله هيموسيدرين. وانت لو ركزت في الصوره قوي هتلاقي ان في وعاء دموي موجود هنا. الوعاء الدموي ده ساينسويد هتلاقيه واسع متسع ده كده واسع، وهتلاقي كمان واحد هنا. دول واسعين عن الطبيعي بتاعهم. هتلاقي في اوعيه دمويه هنا واوعيه دمويه هنا، وهتبص تلاقي في مناطق لونها غامق ومناطق لونها مصفر. في مناطق غامقه ومناطق فاتحه شويه، يعني مش كل لون واحد، في منطقه صفراء ومنطقه غامقه اللي هي البراون بتاعت تراكم الدم واليلو بتاعت الفاتي ديجنريشن. بالنسبه للي بعد كده اللي هو اسمه كرونيك فينوس كونديشن اوف اللنج اللي هو السي في سي لنج. سي في سي لنج ده يا جماعه ليه اسم خاص بيه اسمها براون ان ديوريشن اوف لنج. براون ان ديوريشن اوف لنج. وانا بتذكر كويس قوي وانا في سنه ثالثه طب كان عندنا امتحان الباثولوجي بتاع الفاينل. اول سؤال دخلت عليه في الامتحان واول سؤال قابلني في الامتحان رقم واحد ديسكاس براون ان ديوريشن اوف لنج. اتكلم عن البراون ان ديوريشن بتاع اللنج. يعني ايه براون ان ديوريشن بقى؟ كلمه براون معناها بني، ان ديوريشن معناها وجود لون بني في الرئه. وجود لون بني في الرئه. حد متوقع ايه اللون البني ده؟ الدم، في دم في الرئه، في دم متراكم في الرئه، لان اصلا المرض اللي احنا بنتكلم عنه هو تراكم دم في اعضاء. فده يبقى تراكم الدم في الرئه اللي اسمه براون ان ديوريشن. عشان كده لو قلت لحضراتكم هو ايه هو البراون ان ديوريشن؟ سي في سي لونج. ايه هو النطمج؟ ده سي في سي ليفر، بس لو جت في الامتحان ما نكتبليش سي في سي. هنكتب كورونيك فينوس كونجيشن اوف، ما تكتبش سي في سي، اكتب كورونيك فينوس كونجيشن اوف لونج. كورونيك فينوس كونجيشن اوف ليفر، يعني لو جه لك مثلا ديفاين نطمج ليفر. ده كورونيك فينوس كونجيشن اوف ليفر، ومش هتقف. لازم تكمل وتقول ان ويتش. براون كولر الترنيت ويز يلو كولر، والبراون بسبب كونجيشن واليلو بسبب فاتي ديجنريشن، يديك نطمج ابيرنس.
لا لازم تقول كده، هو كرونيك فينوس كونجيشن اوف الليفر كاركترايزد باي بني معصفر، ده سبب كذا لسبب كذا. تعال ناخد بتاع الرئه بقى، بيقول لي بيبقى اسمه براون ان ديوريشن اوف اللانج جروس بيكتشر، هو زي الليفر بالظبط، الاورجن يحصل له ايه؟ يكبر ويتقل ويبقى فيرم، مكتوب عند حضراتكم بيقول انلارجد هيفي فيرم، اللي هو بيبقى دارك ريد، عشان كده قالوا عليه اصلا براون ان ديوريشن، عشان موجود لون احمر غامق. واللي لونج بيكون براون، الرئه بيبقى لونها بني طف وجامده ناشفه، اسمها براون ان ديوريشن. كات سيرفيس اكسيود بلاد ستيند فلويد، معناها ايه؟ بيقول لو جبنا الرئه يا جماعه وقمنا جايين مقطعين فيها قطع، بنبص نلاقي انها بتنزل سائل لونه احمر، سائل مسبوق بالدم. بيقول لي اكسيود كات سيرفيس، لو قطعنا فيها اكسيود بلاد ستيند فلويد، سائل مسبوق بالدم. السائل ده، هو حد يقدر يقول لي ايه السائل وايه الدم؟ السائل هو الاديمه، ولما وعاء فتح نزل معاه شويه دم، بقت الاديمه منزله معاها دم. بالنسبه للميكروسكوبيك بيكتشر بقى، بيقول احنا كان عندنا طبعا الشعيرات الدمويه اللي موجوده حوالين الالفيولاي، لو قلنا ديت الالفيولاي اهي، ده كده الحويصلات الهوائيه، كان موجود حواليها حاجه اسمها الفيولار كابيلاريز، اللي هي الشعيرات الدمويه اللي حوالين الالفيولاي. بيقول ديت يحصل لها ايه؟ ده وعاء دموي، وعاء دموي في كونجيشن، يبقى يحصل له دايليتد، هيوسع ويبقى في كونجيشن. فاول حاجه مكتوبه عند حضراتكم هتلاقوه بيقول الفيولار كابيلاري بتبقى دايليتد وكونجستد، الشعيرات الدمويه والاوعيه الدمويه اللي حوالين الالفيولاي هتوسع وتبقى كونجستد. يعني تفضل توسع 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 توسع، يحصل لها ايه؟ الضغط جواها هيزيد، فيحصل انها ترابشر، فالدم يخرج في النسيج. بيقول انكريز البريشر، لما الضغط يزيد هيؤدي الى رابشر اوف سام كابيلاريز، هيخلي بعض الكابيلاريز تنفجر، وبالتالي هيحصل هيمورج في الالفيولار سبيس. هنبص نلاقي في نزيف في المناطق دي كده، في نزيف حصل نتيجه الاوعيه الدمويه اللي انفجرت، يبقى الوعاء الدموي وسع، الضغط فيه زاد، انفجر، عمل نزيف في المنطقه دي. اللي ايه اللي يحصل بعد كده؟ في نزيف في نسيج، مين اللي يعالج الوضع؟ الماكروفاج بتاعت الاورجن، والماكروفاج بتاعت الرئه كانت اسمها ايه؟ كانت اسمها الفيولار ماكروفاج. فيجي يقول لحضراتكم بعد كده اكسترافازيتد ار بي سيز هيموليس، اكسترافازيتد معناها كرات الدم الحمراء اللي خرجت من الوعاء، اكسترافازيتد معناها بره الوعاء، ار بي سيز كرات الدم الحمراء اللي بره الوعاء هيموليس بتتكسر، اتحرر منها مين؟ الهيموجلوبين اللي يديني مكتوب عند حضراتكم هيموسيدرين وهيماتودين. سيبك من الهيماتودين ده، الهيماتودين يحصل له ابزوربشن اللي هو الميلروبين، سيبك منه، انا عاوز الهيموسيدرين. تيجي القلب للماكروفاج تقوم جايه واكله الهيموسيدرين، وان الهيموسيدرين مع الار بي سيز ريموفد باي ماكروفاج، والماكروفاج لما تاكل كرات الدم الحمراء ولما تاكل الهيموسيدرين بتتنفخ ويبقى لونها بني، ويبقى اسمها هارت فيلير سيلز. هارت فيلير سيلز ده اسم خلايا الماكروفاج بتاعه الرئه بعد ما اكلت الهيموسيدرين. تاني، الهارت فيلير سيلز ده اسم خلايا الماكروفاج بتاعه الرئه بعد ما اكلت الهيموسيدرين. في الليفر وفي اللنج بيحصل الاتي يا جماعه، في الليفر وفي اللنج بيحصل الاتي، الدم يتراكم في الوعاء، الوعاء يوسع، الضغط جواه يزيد، يقوم جاي الوعاء مرابشر وانفجر. فالوعاء لما بيرابشر وينفجر بيطلع منه كرات دم حمراء، كرات دم الحمراء تحرر الهيموجلوبين، الهيموجلوبين يقوم جاي يطلع لنا الهيم والجلوبين، الهيم يدينا بيليروبين وهيموسيدرين، اللي هو الهيماتودين والهيموسيدرين. الهيماتودين بيمتص بيمشي، بيبقى اللي يترسب هو الهيموسيدرين. تيجي الماكروفاج سيان بتاعه الليفر اللي اسمها الكفر سيلز، او بتاعه اللنج اللي اسمها الالفر ماكروفاج، تروح تاكل الهيموسيدرين. لما الكفر سيل تاكل الهيموسيدرين ملهاش اسم، هي اسمها كده كفر سيلز، انما الماكروفاج بتاعه الرئه لما تاكل الهيموسيدرين بيطلق عليها اسم هارت فيلير سيلز. عشان كده لو واحد مش مذاكر وجاء قال له الهارت فيلير سيل ار بريزنت ان، هارت فيلير سيلز
بيقول لك موجودة في الهارت. هي موجودة فين؟ موجودة فين؟ في اللونج. دي الماكروفاج بتاعة اللونج بعد ما كانت الهيموسيدرين. عشان كده لو جه سألك وقال لك ماكروفاج اوف اللونج افتر انجيشن اوف هيموسيدرين از كولد هارت فيلير سيلز. يبقى التغيرات اللي حد فاكر التغير حصل في الكبد كان ايه؟ ايه اللي كان حصل في الكبد؟ وسع حواليه، مات على البريفري فاتي ديجنريشن، الكفر سيلز كالت الهيموسيدرين، وجالنا حاجه اسمها الكاردياك سيروزس في الادفانسد كيسز بتاعه اللنج. دم ملى المكان، الضغط زاد، فرقه، طلع الار بي سي، طلع هيموجلوبين، طلع هيم، اداني هيموسيدرين، جت الماكروفاج كانت الهيموسيدرين اتنفخت بقى لونها بني، بقت اسمها هارت فيلير سيل. وفي الحالتين الاثنين انلارجد وهيفي وفيرم، ويبقى في الرئه اللون بني، انما في الليفر كان بني مع اصفر. بالنسبه للسي في سيز جرين والسي في سي كيدني هم اقل اهميه. السي في سيز جرين والسي في سي كيدني هم اقل اهميه، انما الاكثر اهميه بالنسبه لنا هو اللنج والليفر، دول المهمين قوي. كيدني وسبلين اقل اهميه. تعالوا نخش على بتاع السبلين. الجروس بيكتشر يا جماعه ثابته في كله، الجروس بيكتشر ثابته في الاربعه، انلارجد وهيفي وفيرم، ولونه يبقى براون. مكتوب عند حضراتكم ان اللارجد وهيفي وفيرم والكبسوله بتبقى تنس، والكات سيرفيس بيبقى دارك ريد. ومكتوب عند حضراتكم الايدج بتبقى شارب، اي حاجه فيرم بنقطعها الحواف بتاع القطع تبقى شارب. تخيل انك جبت قلب حلاوه وقمت جاي قاطع قلب الحلاوه ده وقلت لك امشي على الحواف بتاعته، الحواف هتبقى شارب. عشان كده بيقول اي حاجه فيرم تقطعها بتبقى شارب، الايدج بتبقى شارب. مش عاوز الكلمه دي، انا عاوز نلاقي المارجن وهيفي وفيرم ودارك براون والكبسول تنس. وليه ثبتها سكيما في جروس بيكتشر بتاع اي اورجا من الاربعه؟ لارج وهيفي وفيرم والكبسول تنس واللون دارك براون. بس اي معلومه انت كده تعرفها في الجروس بيكتشر. في المايكروسكوب بقى بيقول الاتي، السبرين يا جماعه عاوزكم تعرفوا ان هو مكون من حاجتين اتنين تحت الميكروسكوب، حاجه اسمها ريد بالب وحاجه اسمها وايت بالب. السبرين تحت الميكروسكوب بيبقى ريد بالب ووايت بالب. مكتوب عند حضراتكم اول كلمه ريد بالب از انلارجد، والريد بالب دي هي الاوعيه بتاعت السبرين. الريد بالب هي الاوعيه بتاع السبرين. بيقول لي بتبقى انلارجد ديو تو الكونجيشن والماركت ساينوسويدال دايلاتيشن. من الاخر الاوعيه الدمويه بتاع السبرين بتوسع. ينزل بعدها بيقول الليمف فوليكل ار اتروفيك. ليمف فوليكل دي اللي هي الفويصلات الليمفاويه. الطحال عباره عن ريد بالب ووايت بالب. الوايت بالب هي الفويصلات الليمفاويه، تجمع خلايا ليمفاويه، بتبقى اتروفيك. هي اتروفيك يعني ايه؟ ضامره. ليه؟ ما احنا متفقين اي وعاء بيوسع هيضغط عليها هيموتها. الوعاء وسع يعني الريد بالب حصل لها دايلاتيشن وانلارجن. الليمف فوليكل اتروفيك، الليمف فوليكل دي اللي هي الوايت بالب. الليمف فوليكل اللي هي الوايت بالب. بعد كده بيقول في فايبرس سيكنينج، وبعد كده بيقول الفايبرس تيشو بيكون حوالين الهيموسيدرين وكالسيوم صولت. انا عاوزك بس تبقى هنا حاجه، احنا متفقين اي وعاء بيوسع الضغط جواه بيعلى، الضغط لما بيعلى بيخليه فرقع، يطلع منه ار بي سيز، يطلع منه هيموجلوبين، يطلع منه هيم، يطلع منه هيموسيدرين، ده ثابت في الاربعه. عايزكم تقراوا لي السطر الاخير بقى. بيقول لي فايبرس تيشو ديبوزيتد اراوند الهيموسيدرين. الفايبرس تيشو بيتراكم حوالين الهيموسيدرين وحوالين الكالسيوم صولت، يكون حاجه اسمها جاما جاندي بودز. وهنا في فرق واضح جدا بين السبلين والليفر واللنج. ايه اللي بيحصل في الهيموسيدرين في الثلاث حالات؟ في الليفر بيتاكل بالكفر سيلز، في اللنج بيتاكل بالماكروفاج فيكون هارت فيلير سيل، انما في السبلين بيتراكم حواليه فايبرس تيشو، ما بيتاكلش، بيتراكم حواليه فايبرس تيشو، يعمل جاما جاندي بوديز. عشان كده الجاما جاندي دي موجوده في ايه؟ في السبلين. هي عباره عن ايه؟ هيموسيدرين حواليه فايبرس تيشو، هيموسيدرين حواليه فايبرس تيشو. اللي هي الرسمه دي يا جماعه، الجزء ده كده بصوا، ده الجاما جاندي يعني.
الحاجة اللي في النص دي الجاما جانبي، ده عبارة عن لو حضراتكم خدتوا بالكم هتلاقوا ان في حتت حمراء في النص كده وحواليها في تراكمات كتيرة، ده دم حواليه فايبرس تيشو. ده بالنسبة للسبلين. اخر حاجة معانا بالنسبة للكيدني وهي الجروس بيكتشر، تبقى ايه؟ اللارجد هيفي فير دارك براون كبسول استنس. ثبتها كده على طول، قول لي اللارج وفير ودارك ريد دريبل بلاد اون كاتنج. ويعني ايه دريبل بلاد اون كاتنج؟ لما تقطعها تلاقي عماله تنقط دم. حد يقول لي سبب؟ احنا مثبتين ان اي وعاء بيوسع بيفرقع، فالوعاء فرقع بينزل الدم اللي فيه بس. بعد كده بيقول كات سيرفيس شو، والحته دي مهمه. الكات سيرفيس بيبقى نقط بني غامق وخيوط بني غامق. كات سيرفيس شو دارك ريد دوتس، نقط لونها بني. دي بتبقى عباره عن الجلوميريولاي، والجلوميريولاي دي معناها الاوعيه الدمويه اللي داخله النفرون. ودارك ريد ستريكس اللي هي الكونجستد فيسل. وبصوا كده معايا دي بعد اذن حضرتك. في اعدادي في الاناتومي انا تركيب النفرون، تركيب النفرون كان في حاجه اسمها باومنز كبسول ثم بروكسيمال كونفليوتد تيوبيول ثم لوبوفير ثم ديستال كونفليوتد تيوبيول ثم كولكتنج لاكت. الفكره ان احنا كنا بنقول الباومنز كبسول دي داخل فيها اوعيه دمويه هنا بالطريقه دي كده، عباره عن حاجه داخله وحاجه خارجه وفي تجميعه هنا، دي كانت اسمها البلوميريولات. ثم كان في اوعيه دمويه كتيره موجوده في الكليه. فلما اقول لحضرتك دلوقتي الجلوميرولاي لما تتملي دم يبقى شكلها عامل ازاي، والاوعيه الدمويه لما تتملي دم شكلها يبقى عامل ازاي. الجلوميرولاي لما تتملي دم بتبان نقط لانها اصلا عباره عن تجمعات على هيئه نقط، انما الاوعيه الدمويه لما تتملي دم بتبان خطوط. عشان كده يقول لك هنبص في الكليه نلاقي نقط لونها بني ممثله للجلوميرولس، وخيوط لونها بني ممثله للفيسلز للاوعيه الدمويه. يعني الوعاء الدموي يبان خيط لونه بني، الجلوميرولس يبان نقطه لونها بني. ده اللي مكتوب عندكم بيقول الكات سيرفيس يبقى دارك ريد دوتس بتمثل الجلوميرولاي ودارك ريد ستريكس بتمثل الفيسل. بالنسبه للمايكروسكوبيك كبر دماغك من المايكروسكوبيك حالا، هات لي اول ورقه عند حضرتك في بتاعه الزيادات كده. هي الورقه الاولى، الورقه دي يا جماعه هي بتاعت الهايبريميا. ليه زيادات الهايبريميا؟ الورقه اللي مع حضراتكم اللي في الاول دي. واحنا قلنا لو حد فاكر مين اللي كان السبب في ده؟ مين اللي كان السبب في الكورونيك جنراليزد فينوس كونجيشن رايت سايد هارت فيلير؟ في الكتاب ده اكتبوا جنبها بين قوسين كوزز، عاوز اعرف اسبابها. تعالوا بقى نشوف ايه اسباب الرايت سايد هارت فيلير. كوزز اوف رايت سايد هارت فيلير مكتوب عند حضراتكم باختصار ار تي لي رايت اتش اف هارت فيلير. اول حاجه مايترال ستينوزس، وانا عاوز بس خليكم معايا ثواني عشان افهمكم الرايت سايد دي دنيتها ماشيه ازاي عشان ما تتوهوش مني في القصص دي بالذات. الناحيه اليمين من القلب يا جماعه ده القلب اهو، المفروض ان القلب دي الناحيه اليمين بتاعته دي الرايت سايد، وادي الناحيه الشمال ادي الليفت سايد. المفروض ان الدم بتاع الجسم كله بيروح يصب في الرايت سايد، ثم الرايت سايد يصب الدم لللنج، ثم اللنج توديه للليفت سايد في الليفت اتريوم اللي ينزله للليفت فنتريكل اللي يصبه في الاورطه للجسم الحالي. يبقى احنا عندنا الدم يروح ناحيه اليمين في الرايت اتريوم ينزل للرايت فنتريكل يصبه في الرئه، ترجعه للليفت اتريوم للليفت فنتريكل يصبه في الاورطه للجسم كله. ايه اللي يخلي الناحيه اليمين تبوظ؟ هي يعني بتضخ فين؟ يبقى لو الودان سد، لان ده لو الودان سد ما زال عمال يرجع لها دم وهي تضخ مش عارفه، تضخ مش عارفه الناحيه اليمين تفشل، او ان الصمام بتاع الناحيه الشمال يضيق. ولو صمام الناحيه الشمال اللي هنا ده الدم اللي جاي من الرئه يحصل له ايه؟ هيجي بنفس الكم ولا اقل؟
اقل في الدم يتراكم فين؟ في الرئه. فيتراكم فين؟ في الناحيه اليمين، يعمل رايت سايد هارت فيلير. الصمام اللي في الناحيه الشمال اسمه مايترال، ولما يضيق اسمها ستينوزس. يبقى طبعا ده حضراتكم اول سبب من ضمن اسباب الرايت سايد هارت فيلير مايترال ستينوزس، ان الصمام المترالي ده، لانه لما هيضيق هيخلي الدم يتراكم في اللنج، فيخلي الدم يتراكم في الرايت سايد يعمل رايت سايد هارت فيلير. وانا لو سالت حضراتكم وقلت لكم المايترال ستينوزس ممكن يكون سبب من اسباب براون انديوريشن، هل المايترال ستينوزس ممكن يكون سبب من اسباب براون انديوريشن؟ كمان مره، هل المايترال ستينوزس ممكن يكون سبب من اسباب براون انديوريشن؟ هو يعني براون انديوريشن تراكم دم في الرئه. هل المايترال يعملها؟ اه طبعا، عشان هيخلي الدم يرجع في الرئه يتراكم في الرئه يعمل كونشن، ده براون انديوريشن. تاني حاجه بيقول سكندري تو ليفت هارت فيلير كحاجه ثانويه بعد فشل الجزء الشمال. هو الجزء الشمال لما بيفشل ايه اللي يحصل فيه؟ الدم يتراكم فيه، فالدم يتراكم في اللنج فيتراكم في الناحيه اليمين، فالناحيه اليمين تفشل بعد فشل الناحيه الشمال. فيقول لي الناحيه الشمال يحصل فيها فشل زي في حاله المايترال انكومبيتنس. مايترال انكومبيتنس معناها المايترال فالف ما عادش شغال كويس، عدم كفاءه المايترال فالف. او اورتيك انكومبيتنس، اورتيك انكومبيتنس معناها الشريان الاورطي ما عادش عارف يتصب فيه دم، ما عادش بيضخ فيه دم. او مكتوب بعدها بيقول في حاله السيستميك هايبرتنشن. سيستميك هايبرتنشن معناها الضغط في الاورطه عالي قوي لدرجه ان القلب مش عارف يزق الدم فيه. يبقى ايه الاسباب اللي في الناحيه الشمال تاثر على الناحيه اليمين؟ يا المايترال مش شغال كويس، يا فتحة الأورطة مش شغالة كويس، يا الضغط عالي في الأورطة، فده كله يرجع الدم على الناحية اليمين. هو الضغط عالي في الأورطة، الضغط عالي معناها الدم متراكم. ينفع أضخ له تاني؟ لا، الضغط عالي فيفضل الناحية الشمال تحاول تضخ مش عارفة، تضخ مش عارفة، تقوم جاية مراكمة الدم في اللنج، والبرد تقوم جاية مراكمة في الناحية اليمين. بعد كده بيقول كرونيك أوبستراكتيف لنج ديزيز. كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز معناها امراض مزمنه بتؤدي الى انسداد في الرئه. تاثر على الناحيه اليمين؟ ليه؟ هي اللي بتصب لها الدم، فاي مرض في اللانج بيأثر على الناحيه اليمين من القلب. اي مرض في اللانج عموما زي تليف الرئه مثلا، اللي هو مكتوب عند حضراتكم اكستنسيف فايبروزس، تليف، لان الرئه لما بتتليف بتقفل على الاوعيه الدمويه، ولما تقفل على الاوعيه الدمويه تراكم دم في الناحيه اليمين زي التي بي والسيليكوز. انا عاوزك بس تتعلم على كلمه اكستنسيف فايبروزس، التليف بتاع الرئه. بعد كده بيقول كونجينيتال بالمونري ستينوزس. قلنا مايترال ستينوزس يعني ايه؟ دي الصمام المترالي. هو مين الشريان اللي كان بيشيل الدم من الرايت فنتركل يبعته لللنج؟ كان اسمه بالمونري ارتري. الصمام بتاعه لما بيضيق بنسميه بالمونري ستينوزس، وده بيكون حاله الشخص بيتولد بيها كونجينيتال مع الولاده، مولود بيها، الطفل مولود بيها، بنسميها كونجينيتال بالمونري ستينوزس. الدم في الناحيه اليمين مش عارف يطلع اصلا من الناحيه اليمين. بعد كده بيقول سيفير مايوكارديال انفاركشن، موت جزء من عضله القلب. ايه المشكله؟ لما جزء من عضلة القلب يموت، لا عاد عارفة تشفط دم ولا عاد عارفة تضخ دم، فالناحية اليمين خلاص باظت لأن جدارها نفسه مات، اللي هو سبب مباشر. ده بالنسبة للكوزز اوف رايت سايد هارت فيلير اتقالت في المحاضرة. بعدها ملحوظة، بقول لحضراتكم الفارسز. فاكرين الفارس دي جت لنا فين النهاردة؟ في الفاريكوز فين اللي هي في الرجل، وفي الاوزوبيجيال فارس بتاع المريء. وعاوز يفهمك يعني ايه كلمة فارس، دي فارس بالعربي يعني ايه؟ دوالي. وانا قلت لك كلمه فارس تطلق على اي وريد بشرطين، يوسع ويكون متعرج. عشان كده بيقول الفارسز معناها الونجيشن، يطول، وتورشيسيتي تعرج اوف فين. الفين لو وسع وطول وتعرج نسميه فارسز، ديو تو بريزيستنس اوف بريشر، بقول نتيجة زيادة الضغط جواه. ديو تقول كونجيشن، تكتب كونجيشن. يعني احتقان الدم يزود الضغط يخليه يوسع ويتعرج. معناها الونجيشن و
ودايلاتيشن وتورشيسيتي اوف فين. فين مش ارتري، نتيجة الكونجيشن اللي حصل فيه اللي على الضغط فيه. بالنسبة للسي بي سي كيدني والسي بي سي سبلين، شوية بس ملاحظات صغيرة كده زيادة عن الكلام اللي احنا قلناه. السي بي سي كيدني قلنا خلاص انها كانت البروس بيكتشر انها كانت لارج، كانت فيرد دارك ودريبل وكات سيرفيس. كمان نقط امتى المفروض ان انا قلنا انا عاوز المايكروسكوب بقى بتاعت الكيدني. بيقولوا جلوميرال كابيلاري والميلاري فين بتبقى كونجستد. كبر دماغك. ريد سيل اند بينك ترانسيوديت ابير بومن سبيس. خلايا حمراء ولون بني بيبان في البومنز. برضه كبر دماغك دي. انا عاوز اخر حته. كلينيكالي بتعمل هيماتويوريا بول دموي والبيومينيوريا نزول القلب مع البول. دم ينزل مع البول والبيومين ينزل مع البول. عاوز بس اتعلم على الحته دي. كلينيكالي بنلاقي في دم نازل مع البول هيماتويوريا والبيومين نازل مع البول اللي هو الالبيومينيوريا. تعالى بتاع السبلين اللارجد وهيفي وفيرم والكبسول سيك قلنا الكلام ده. بيقول نخش على الميكروسكوب. بيقول الفينس ساينس ار ديستندد وذ ريد سيل اللي هو الساينس اللي هو الوريد مليان كرات دم حمراء وفي ماكروفاج لودن وذ هيموسيدرين مليان هيموسيدرين. اظن احنا قلنا الكلام ده كله في السبلين. في السبلين كنا بنقول ان في ماكروفاج مليان هيموسيدرين. وفي الاسبرين احنا قلنا كده؟ احنا قلنا ايه؟ فايبروس تيشو حوالين الهيموسيدر، لان جزء من الهيموسيدر بيحوط بفايبروس تيشو يبقى جانا جندي وجزء تاني بيتاكل بماكروفاج. يعني الاثنين موجودين. ده اللي عاوز اوصلها لك، ان يا اما يحوط بفايبروس تيشو ويبقى اسمه جانا جندي يا اما بيتاكل بالماكروفاج. بولي ذا ليترويال سيل شو فاجوسيتك اكتيفيتي. كلمة لترولال سيل دي للماكروفاج بتاعت السبلين. لترولال سيل دي الماكروفاج بتاعت السبلين. يقول لي بتبقى ليها فاجوسيتك اكتيفيتي تروح تاكل الهيموسيدرين. والليمف فوليكل بتبقى اتروفيك فيها بريشر اتروفي. لما قلنا الليمف تبقى اتروفيك هي ايه الليمف فوليكل دي؟ ريد بالب ولا وايت بالب؟ اللي هي كانت الوايت بالب. كنا عاوزين بس اخد لكم الحته ان كرات الدم الحمراء يا يتحوط حواليها فايبرس تيشو فتبقى جاما جندي يا تتاكل بالماكروفاج فتبقى الخلايا كانت اسمها ايه؟ الترولر سيل. دي الخلايا بتاعت السبلين.